الفقرة اليومية What's Cooking وصلنا لها اليوم مع شيف جاد. اليوم رح نحضر جراتان مع الدجاج. هاي بونجور، كيفك شيف؟ تمام انت؟ ماشي الحال؟ ماشي. كل تنين وكل تلاتة عم تكون معنا مع وصفات جديدة مع اشياء كثير طيبة. صح. فتنا شوي باجواء السقعة والشتاء. صح، قلنا تقريبا نعمل اشياء بالفرن بالدفة. قلنا جمعتين فاتين بهالجو، اليوم مثل ما عم بتقولي رح نعمل جراتان بالفرن، بس هيك طريقة سريعة جديدة ديفرنت. رح نشوف اللاي اوت تبعها كيف حيكون. عندنا صدر دجاج رح بلش فيه ديركت هلا على النار، عندنا مشروم وعندنا بيكن اوريدي انا عاملهم ولي بالمقلاية، يعني ما عملناهم كريسبي. هلا رح نشوف ليش، رح يتقطعوا، رح ينخلطوا مع كل هالخلطة. نفس الوقت على بقلب الطنجرة هون عندي فريش كريم بلشت تغلي، هلا رح نشوف شو الصوص شو رح نحط بقلبها. خلينا نبلش ديركت، نحن عم نحكي ونخبر عن روسات، نبلش نطبخ الدجاج، نبلش نطبخ المشروم. هيك بنكون عملنا، بنكون مدينا اذا بدك الجراتان. نفس الوقت بتكون الصوص عم تخلص، رح نعملها بيستو هلا دغري على الهواء، شويه لوز، شويه حبق، شويه ثوم، بارميزان، زيت زيتون، عصره حامض تحت ما يتغير لونه. جراتان اوريجينال يعني اليوم. مزبوط، هلا رح نشوف قديش سريعه. وبنفس الوقت على وجه الجراتان رح يكون عندنا بومبوري. انا عامل البومبوري قبل اللي شاويين بطاطا، فينا نشوي فينا نسلق، دائما بنفضل نروح على الشوي، بنستفيد من طعمه النشا، طعمه البطاطا ما بنخسرها بالمي. مشويه مطحونه مع زبده، عم نحكي البوريه الكلاسيك مع زبده وحليب ملح بهار جوزة الطيب. اوكي، تركها انا هيك شوي لتشد اذا بدك او تبرد شوي. هلا رح نشوف كيف رح نستعملها. المشروم قطعينه قطعة كبيره. مزبوط، لانه هلا شوي صغيره هو رح يعمل شرينكينج، رح يخسر من المي اللي بقلبه من الفوليوم. هون صدر الدجاج، اوكي، الدجاج رح نقلي بالمقلايه. مزبوط، بس لحتى مع يستوي مع شوية زيت. فينا نكون عم نشوي؟ فينا نكون عم نشوي اكيد. عادة وقت نقول جراتان بنقول خضرة. ممكن هلا اذا بدك هيدي البرسبشن عند الناس. هلا هي الجراتان هي طريقة طبخ، فيها تكون خضرة، فيها تكون دجاج، فيها تكون سمك، فيها تكون لحمة، بس نحن يمكن معودين اذا بدك اول فكرة بتجي على راسنا مثل ما عم بتقولي. لكن فاليوم بدنا نطلع شوي من ال، وهلا رح تشوفي قد ايه هينه، قد ايه بسيطة، ما فيها صعوبة ابدا. شوية حبق. حبق. ثوم. نحن هونيك بالطنجرة شو عنا على النار؟ أنا هوني عندي فريش كريم لحديت هلا من دون شيء، أكيد إلها يمكن شي ربع ساعة مدورين تحتها، بلشت تغلي، بلشت تعمل ريدكشن، بلشت تشد شوي. هلا رح نعمل، نحن وعم نطبخ المشروم والدجاج رح نعمل البيستو ديركت على النار. رح ناخذ ربع حص ثوم بس شوي. مزبوط. رح ناخذ لوز. اللوز ضروري يكون محمص؟ صح، مرة حدا سألني. ليكي هلا مش قصة ضروري، فينا نعمله ني، بس هون بتكوني عم تستفيدي من طعم زيادة، انه هون عندك لوز مقلي اكيد غير طعمه. مقلي مش محمص بالفرن. هلا هون فينا نعمل اثنين، هون اللوز اللي انا جايبه هو مقلي كرمال الطعمه، بس تكستير وهيك ما بتفرق ابدا. لكن حطينا الحبق، بضل فيه يمكن زيت، بنحط زيت مع الباستو. ايه اكيد يب. هلا بس نمشي المكنه. شو رح اعمل انا؟ رح اخذ هالصينيه اللي هي ديركت رح يكون فيها البوليت اللي رح يفوتوا على الفرن، هيك بنعمل المونتاج ديركت فيها. اليوم عاملين بورسونات صغيره. مزبوط. يعني المشروم قرب يخلص، دجاج هلا رح نشيله نريحه نرجع نقطه. لكن بارميزان هلا رح نحطهم اخر شيء، زيت زيتون، نقرب الغراض تبع البيستو على ايدنا، بهار اسود، رشه ملح كثير صغيره لانه البارميزان
راح يكون فيه الملح، زيت زيتون، عصرة حامض سوبر صغيرة، إذا بدك يمكن نص ملعقة حامض أو ربع ملعقة حتى، هيك كم نقطة. هو العالم عادة بتستصعب تعمل باستا صوص مع حبق. كتير هين. هي هينة وأطيب وقتها نكون عاملينها فريش بالبيت. بنفس الوقت إذا عملنا كمية وبقي منها فينا نحطها ب عم نحكي الإكسترا. إيه. ببول صغيرة ضيقة ومنسكر لها وجة بزيت زيتون، بنحافظ عليها وعلى لونها أكيد بالبراد. بالبراد أو بتنحط بالفريزر؟ لا بالفريزر لا. لا. لكن بيستو خلصت. لكن لوز ربع حص ثوم، حبق، زيت، بارميزان ما حطينا؟ ما حطينا هلا لانه البارميزان دائما لازم ينحط ينخلط على الايد، بنفس الوقت نحن هون ما عندنا مشكله نحطه هون لانه رح نحطه ديركت بقلب الصوص، يعني أوكي. كانه اوريدي كان الفيستو فيها بارميزان. وملح وبهار. لكن هاي المكنه خلصنا، خلينا نعمل فينيشنج للصوص. ما زال البيستو صارت جاهزه، البارميزان على ايدنا مع البهار الاسود، رشة ملح إذا عازت. لكن الكريم نتركها تغلي، من بعدها بدنا نزيد لها رح نبلش نزيد الغراض عليها. هون الدجاج تقريبا بده ياخذ بعد شي 4 دقائق 5 دقائق بكون خالص، بنكون بهالوقت خلصنا الصوص. لكن بارميزان بهار أسود رح نعمل شغلة صغيرة، ما زال المشروم اوريدي صار خالص، رح اخذ هالبيكن اللي شكله بشهي نقصه هيك، رح يعمل كل الفرق بالطعم البيكن بهيدا الوصف، قطعة قطعة كبيرة. وناخذهم تنرجع إذا بدك نحميهم يدوب شوي هالفات اللي فيهم، وبتصير تقريبا غراض الجراتان كله ريدي. يعني هيك قلب صغيره على النار. ايه بس ثواني هلا هون هني اوريدي نحن عاملين لهم مثل يعني انا هلا رح احطي على البيكن والمشروم، المشروم اوريدي استوى، البيكن هلا حطيناه رجع بلش ياخذ حراره، بلش الفات اللي بقلبه يدوب. عندنا الدجاج كمان ماشي تقريبا، خلينا نعمل شغله، عندنا شقفه سميكه بالدجاجه ناخذها نقصها. هيك هيك اصلا رح نرجع نقصها. ايه بس نحن لنساعدها هلا شوي بالاستواء. نحن تقريبا اول صدر بلش يصير جاهز، رح نعمل فينيشنج للصوص ونبلش نعمل مونتاج الجراتا بيستو. يعني الحبق رح شوي طعمته تطلع طاغية، فمن هيك يمكن لازم نعدل قد ايه عم نحط الكمية مع الكريم. لكن قد ايه تقريبا 3 ملاعق حطينا؟ حطينا ملعقتين اذا بديك كبار. وبزيادة؟ ايه ولا في لزوم نرجع نزيد؟ نو نو ابدا، تعي شوفي اذا بديك اللون شو صار. ما كثير بدنا نغلي، بس انا بدي ادوق الملح اذا بدها. اوكي صارت اخضر. ما كثير بدنا نغلي حتى ما نخسر اللون الاخضر الحلو تبع البيستو. إذا طول على النار بنختار لونه؟ إذا طول إنه يغلي، يعني هون نحن مفروض بس نحن رح نرجع نفوته على الفرن. صح رح يفوت، عم نحكي عن ما بفتكر رح فوتهم أكثر من 3 دقائق لتذوب الجبنة اللي على الوجه. يعني هلا رح ندوق، بس بهمنا ندوق نحن على الوجه جبنة وبطاطا.
بيوري. هلا رح نشوف عندنا جبنه الايمونتال على وجه الجراتان بالفرن، بس تظهر رح نحط البوم بيوري. هون بس الروسات بدها رشه ملح اكيد ورشه بهار وخلصت. لكن كريم فريش غليناها، الباستو صوص اللي حضرناها معه بارميزان ملح، بارميزان ملح وبهار، بهار الدجاج عم نحكي صار على الاخر دقيقه رح نشيله، الصوص خالصه. خلينا نبلش نحط الاغراض هون بهالشكل، بيكن مشروم. ما في لزوم نكون عم نخلطهم مع الصوص بالطنجره يعني. هلا رح نحط الصوص اذا بدك قد ما كل بول بدها. هلا رح نشوف كيف نجرب نوزعهم كلهم. هون اذا بتلاحظي البيكن رجع شوي اذا بدك هيك عايش اذا بدك من بعد ما رجع شاف النار والحراره، رجع لما 100%. لكن الدجاج شو صار فيه؟ يا الدجاج خلص سوا من جوا من برا كله، نحطه هون. وهي المقلاية خلص. نحن بهالمرحلة الصوص بعدها على النار ولا طفينا؟ الصوص خلص طفينا عليها، يعني هون صارت ريدي الصوص. رح ناخد على كل الاحوال لانه الدجاج رح يرجع يفوت على الفرن وبكفي يستوي اصلا، يعني اذا بتلاحظي قديش جوسي قديش ما نشاف ليك قلبه. هلا هون بنعمل البالانس اذا بدك بين الدجاج والمشروم والبيكن والصوص، كرمال هيك ما خلطنا مثل ما كنت عم تقولي في الطنجره، كرمال نحن نقدر نحدد هالكميه اللي عم نحطها بالصحن. صح. وهون كمان هي الدجاجه خالصه. يا هون تقريبا البورسيون اللي عاملينها على القد طالعه، هي بتروح لهون وهي هون وهي خلص. هلا اجى وقت الصوص، عندنا بعد صوص، عندنا جبنه، عندنا فرن، بس تظهر بضل عندنا البومبوري. اذا بتلاحظي البومبوري ما رح ارجع سخنها تقدر تهدي على وجه الجراتان ما تقشر، بس مش يعني تكون مسقعه. لا مش مسقعه، لا رح نشوف كيف. لكن هاي الصوص ما بدي غمه، رح نعمل شغله شوي هيك بالملعقه لحتى نقدر نعمل كنترول عليها، نحركهم شوي هيك. إذا بتلاحظي ما بدي تكوني كتير ليكيد لأن بعد رح يجي على وجهها، يعني هون بتحمل بعد شوي. إيه وهيدي بتحمل كمان. شي بسيط. يعني على القليل كل الدجاج ياخذ من طعمة الصوص. من دون ما تطلع. هيدي هي. يا. لكن صوص خلصنا. يا موطال. هلا بقى الوقت نغير. شوبينج بورد كمان. يا ما بدك تقطعها؟ نو لا هي اوريدي سلايسز. هلا رح نشوف، رح نحطها هيك من اطيب انواع الجبنه. صح، اللي بتنحط على الجراتان فيها دسامه معينه بتعطيها للجراتان غير شكل. كان بودنا نعمل بورشون بلا جبنه لكريستال، بس اوريدي الصوص فيها. بس الصوص ودجال يا لكن جراتان خلاص رح تفوت على الفرن مش اكثر من دقيقتين. بتعرفي شو هيدي وحيده لمين تركها؟ هيدا اللي نحكي. لكن صار عندنا تحت المشروم مع البيكن، مشروم بيكن تشيكن، الصوص اكيد اللي عملناها اللي هي الباستا مع كريم مع بيستو. هون الفرن حامي على درجة حرارة 200،
رح ندخلهم مش اكثر من دقيقتين ثلاثه ماكسيموم. احنا هون ما عندنا شيء بالفرن غير انه بدنا دوب الجبنه. دوب الجبنه خلي هالبارميزان على جنب، بلكي هلا بنعوزها بتتسيم بلاو بس يظهر. هلا رح نشوف كيف هولي هون. خلينا نشتغل بالبيري شوي بالوقت الباقي. قد ايه بعد معنا وقت؟ دقيقتين ثلاثه يعني لطاقه انه يخلص كثير منيح الفرن. رح ناخذ البايبنج باج اللي هو وين صار؟ احو. لكن عندنا هون كيس القرطاس البايبنج باج حاطين له الدوي براسه. رح ناخذ هالبطاطا نعبيها هيك بانتظار انه نشيل هل البولات من الفرن. يعني هون البطاطا اللي عم تخلي البلاي يصير طبق كامل. مزبوط، فيه من كل شيء. يعني يمكن لو بلا البطاطا كان يعتبر رح يكون اذا بدك ما رح يكون بشبع مثل ما لازم. مزبوط. يعني رح يكون اذا بدك بلا من ست منيو، لانه بصير بدك بلا من بعده لتشبع. صح. لكن ثواني رح نشيل الجراتان من الفرن. رح نحط كمان لوز وهيك او خلص؟ نو نو خلص ما بقى بدنا شيء غير نحط البطاطا على وجهها. بطاطا اوريدي محضرينها بس منا مسقعه. مزبوط. هلا ديركت رح نحطها على وجه الجراتان. بنكون خلصنا روسات اليوم، روسات بسيطة سريعة، بنكون عملنا جراتان جديد هين بين قصة انه نعمل الدجاج والمشروم والبيكن والصوص. اذا مثل ما شفتي سريعة جدا. صح. اذا عندنا مرتبين بيستو والبراد فينا نستعمله، مش ضروري نعمل كل شيء على مينوت مثل ما نحن عملنا. ويلا خلينا نشيل ال يعني ما اخذ معنا يمكن الطبق كله ربع ساعة، يمكن ربع ساعة. مزبوط. عندنا بس البوري كنا عاملينها قبل بوقت، الهدف انه تنعمل شوي قبل بوقت ما تكون كثير سخنة بس نحط عليها لانه رح تقشط على وجه الجراتان. اكيد ما من ما بتنصح انه نكون عم نفوتها على الفرن مع ال لا 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 ما بحاول، لانه عندي كونيكة صار كل شيء مطبوخ. الجبنة هلا رح تدوب، البوري على وجهها اوريدي طعمتها اذا بدك جاهزة، فيها جوز الطيب، فيها الحليب، فيها الزبدة. يلا انا حتى هون ما بهمني اعطي لون للجبنه لانه رح تتغطى. يعني انا هون بس هدفي ديبيت هيك ما احلاها. واو حتى هيك بيتقدم ال البلاتو والصوص. بتلاحظي لونه كيف اخضر تحت ال اوكي. لكن بس بدنا نزيد البطاطا وبصير ريدي، بنصير جاهزين للتيستينج. ناخذ بريك وبنرجع. يلا عودة لواتس كوكينج مع شيف جاد. حضرنا اليوم جراتان دجاج مع الباستو صوص والبطاطا بيوريه على وجهها. هلا نحن ضروري نتفنن هيك بالبيت. انه ليش لا؟ يا بصير يشهي اكثر. ايه ليك ما احلاها كثير حلو. هيدي بول سوربريز، ما بيعرفوا شو في بقلبه. مزبوط. يا لازم ننقط شوية باستو صوص عليها هيك. هلا رح نحط شوية زيت شوية بهار. ما بعد. يا يمكن ما يطلع لك للكمية بس. لك انت ارجع ذكر، حطينا بالكعب مشروم مع بيكن وفوقه التشيكن الدجاج اللي شويناه او قليناه، الباستو صوص مع الفريش كريم. يا الايمونتار والبامبيوري فوق. شوية بهار، شوية زيت زيتون. على طول البطاطا بيلبق لها الزيت فوقها. بشرفك. ليك مالا جراتان. واو. إذا بدك بالنهاية عملنا جراتان سوبر بسيط، وقته هين، ديفرنت. التوبينج لك شو مرتب على وجهه، الطعمات هلا رح تشوفي بين البوري، بين الزبده اللي بقلبه، البيستو صوص، الدجاج، البيكن. يعني لازم تاخدي اذا بدك لقمه بالشوكه من فوق لتحت. شو بده يطلع لي معي؟ ما بعرف شو عم يطلع.
يعني هي ديجا البطاطا مع الصوص لوحدهم قد طيبين. تشوف اذا بيطلع لي دجاج تعقد يومي. هون كمان فينا، انا حبيت اعملها سنجل بورشن حتى الشيب، يعني لو عملناها جاتي كبير بدك تاخذي تسكبي منه رح شوي الشيب ينتزع، طعمه هي زيتها اكيد، فهيك افضل تنزل قدام كل شخص مزينه يعني مرتبه، بتضل حتى مرتبه لا تخلص اخر لقمه، وتعتبر بورسون كامله. يمكن أكيد بتحمل حدا سلاد، في يكون حدا جرين سلاد ماكسيموم، تحت نروح على شيء منه طعمته قويه، تحت مثل ما بيقولوا نعطي اذا بدك تكون اورلياف، هيدا الصحن مش السلاد. مزبوط، كثير طيبه، كثير هينه، ويعني ستبس بسيطين والطعمات مع بعضهم يعني كثير لابقين. هلا اللي بحب ينقص انجريدينت مثل البيكن، مثل يعني مش كل الناس بتاكل بيكن مثل ما عم بتقولي فينا نشيلها، بس اكيد هون البيكن اعطيتها هالدسامه، اعطيتها هالطعم، بضل يعني طبق كامل متكامل. صح. ميرسي كثير شيف، نشوفك بكره بحلقه جديده اكيد مع وصفه جديده. ناخذ بريك ومن بعده رح تتابعوا باقي الفقرات مع كريستال. انا بشوفكم بحلقه جديده نهار الخميس. باي باي.